بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC مع كورس التطبيق العملي للتداول على منصة IQ Option. عنوان محاضرة اليوم استكشاف المكونات الأساسية للمنصة، وده أول شكل لواجهة المنصة عند فتحها. أما الواجهة الداخلية للمنصة فهي عبارة عن مستطيل يتكون من 4 أضلاع: الضلع العلوي والضلع السفلي والضلع الرأسي الأيمن والضلع الرأسي الأيسر. وممكن تبقى الواجهة بالشكل اللي قدامي ده، هنلاقي الضلع العلوي للمستطيل عليه 6 أيقونات والضلع السفلي عليه 4 أيقونات، بينما الضلع الرأسي الأيمن عليه 5 أيقونات والضلع الرأسي الأيسر عليه 7 أيقونات. كمان في أيقونات تانية داخل المستطيل على الأطراف. على الضلع العلوي في اليمين عندي 3 أيقونات: الأولى للحساب الحقيقي والثانية للحساب التجريبي، أما الثالثة فهي صورة صاحب الحساب ومالك الحساب. على نفس الضلع العلوي للمنصة على اليسار عندي 3 أيقونات: الأولى لاختيار زوج العملات اللي أنا هتداول عليه، والثانية عدد الصفقات اللي ممكن تظهر لي على المنصة لو فتحتها، والثالثة لوجو المنصة. أما بالنسبة للضلع الرأسي للمنصة في اليمين عندي 5 أيقونات: أول حاجة المبلغ اللي أنا بدخل بيه الصفقة، تحته زمن نهاية الصفقة، بعدها باللون الأحمر النسبة المئوية للربح من الصفقة، وبعدين أهم ذرين عندي هما ذر الشراء لو ضغطت عليه يديني صعود، وذر البيع اللي تحته مباشرة لو ضغطت عليه يديني هبوط. بعد كده على الضلع السفلي للمستطيل جهة اليمين عندي أيقونة الإعدادات سيتنج، جنبها على طول صوت نهاية الصفقة سواء بالمكسب أو الخسارة، وجنبهم اليوم والتاريخ والتوقيت المحلي للبلد اللي أنا عايش فيها. على نفس الضلع السفلي للمنطقة جهة الشمال أيقونة التواصل مع الدعم سبورت. على يسار المنصة من أسفل في وضع رأسي عندي 5 أيقونات تستخدم في إعدادات التداول: أول حاجة فوق شارت تايب اللي هو الرسم البياني، تحتها التايم فريم، وبعدين جرافيكال تولز اللي هو الرسوم الهندسية، ثم المؤشرات إنديكيتورز، وآخر حاجة تايم فريم عدد الشموع المتكونة خلال أي فترة زمنية. جهة اليسار أعلى المنصة عندي 3 أيقونات اللي عليها علامة النجمة دي، الأزواج المفضلة لو دوست عليها مرتين يتغير لون النجمة للون البرتقالي، وبعدين جرس تنبيه انتهاء صفقة معينة عند مستوى معين أنا كنت محدده قبل كده، وبعد كده علامة الآي، معلومات هامة، أي معلومات أنت حابب تعرفها حول الزوج الذي يتم التداول عليه حاليا. أما الجانب الأيسر من المنصة فإن مكونات الضلع الرأسي عبارة عن 7 أيقونات: الأولى من الجهة العليا توتال بورتفوليو، الصفقات الحالية المفتوحة، تحتها على طول سجل التداول تريدنج هيستوري، رقم 3 تحتها شات جماعي ودعم، رقم 4 سجل الشرف لأفضل المتداولين، رقم 5 تحليل أسواق ماركتينج أناليسيز، أما رقم 6 فيديوهات توضيحية وتعليمية نزل على المنصة، رقم 7 مميزات أخرى ممكن تلاقيها على المنصة. وبكده يبقى انتهينا من هذه المقدمة التوضيحية لمنصة التداول IQ Option، وإن شاء الله في اللقاءات القادمة سوف نشرح هذه المنصة كل جزئية على حدة حتى نفهم الموضوع ونتمكن من التداول بشكل جيد. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، وأذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.